ولكن كان هناك بعض تقنيات مهمة جدا، ولكن الأساس يعني في طريقة إلى الاندفاع. مثلا في الصورة هذه في القاعدة كنشوفوا إصويرة مزينة واحد التقنية تسمى النيال، لونيال. هاد النيال كيفاش كيتنجز؟ إذن الأسبوع الوطني في دورته الخامسة انعقد تحت الرعاية السلمية صاحب الجامعة الملك محمد بن سعود رحمه الله، والذي يعتبر فرصة للصناع التقليديين لإبراز موهبتهم ولعرض منتجاتهم، كذلك فرصة لتبادل الخبرات ما بين الصناع التقليديين من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وتخللت عدة ندوات وعدة ورشات تكوينية للصناع التقليديين، حيث بلغ عدد الصناع التقليديين الذين استفادوا من هذه الورشة حوالي 600 صانع تقليدي، وكذلك مناظرة حول الحلي ومناظرة حول التصدير، لأن اعتبرنا أن التصدير يشكل عائق بالنسبة للصانع التقليدي، ودرنا مناظرة مع إخواننا في مؤسسات الشركاء ديالنا في المغرب، بالنسبة للجمارك ولا مديرية الضرائب ولا بريد المغرب ولا وزارة الاستثمار الرقمي. كذلك كانت واحد الندوة على المحافظة على الحراث ومهددة من الانقراض، لأن المحافظة عليها هي المحافظة على التراث ديالنا وهي اللي كتميز المنتوج ديالنا عبر أسواق العالم. طف طنجة، هاد واحد الشهادة ديال واحد الفرنسي في بداية القرن العشرين كيتحدث كيعطي بعض الأسماء ديال الحريفين اللي كانوا في مدينة طنجة، وذكر جوج الأسماء، واحد اللي هي صائغ يهودي اللي هو بنحاس، وصائغ أمازيغي منسوس اللي هو المعلم أحمد السوسي.